الله يخليك سي الدكتور حيث وجهك الكرم الله وجهك. بغيت نسولك على واحد جوج الاسئله. مرحبا لالا. حيت كنكون غادي للجامع ملي كنبغي ندخل نصلي كيكون يخرج الريح واش دايز ليا الا درت التيمومه ولا نتوضا؟ واخا لالا. وسؤال اخر بغيت نسولك، كاين عندي شي واحد المبلغ ديال الفلوس وحاطه في البنكه وكيجيب لي الفايده. نعم. وبغيت زعما كاين واش الا خديته ندير به شي حاجه غير ديال الدار ماشي حاجه بالماكله ولا داك غير حتى بحال المفروشات ولا شي حاجه، واش ديت ولا ما ديش؟ هذا هو اللي بغيت. الله يخليك السي الدكتور كريم. شكرا لك لاله مباركه، الله يحفظك لاله وزادك الله ايمانا ويقينا. لاله مباركه، قضيه الوضوء والتيمم، انسان كان غادي يصلي لا بد له من الوضوء. ربنا عز وجل كيقول لنا يا ايها الذين اذا امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فمفتاح الصلاه هو الوضوء، لا بد من الوضوء. لكن اسلامنا العظيم يعطينا تشريعات فيها تسهيلات إذا كانت هناك ظروف صعبة، فشرع لنا الله عز وجل التيمم. التيمم هو طهارة ترابية تقام مقام الطهارة المائية. متى تقام؟ عند عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله. إما نكون في منطقة خالية فيها الجفاف أو صحراء ما كاينش الماء، ديك الساعة أنا مضطر أن أتيمم بالتراب أو بالحجر الصعيد الطيب كل ما صعد من الأرض. هذا عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله. كنكون في واحد الوضع الماء موجود لكن لا أستطيع أن أستعمله، إما أنني مريض عندي جرح فإذا مسه الماء ربما قد يندمل ذلك الجرح وقد يفسد وتزداد خطورته، وإما شي منطقة كنت فيها مزير ما لقيت كي ندير تنتوضأ وغتفوتني الصلاة وانا ما لقيت حتى شي حل من الحلول. انا ذاك ربنا عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها يتيمم الانسان. لكن يلاحظ ان بعض الناس يتساهلون في التيمم. وجب التنبيه ان التيمم هو غير مجرد رخصه. رخصه لمن عنده موانع لا ينبغي ان يتوسع فيها الانسان. فهو شرع للضروره ويقال الضروره تقدر بقدرها. وما جاز لعذر بطل بزواله. فمتى وجدنا الماء لابد أن نسرع ونتوضأ. لاله مباركة، القضية ديال المبالغ المالية اللي كان وضعها في البنوك ونأخذ عليها فوائد. العلماء كيقول لك هذاك الفوائد هي ماشي تجارة وماشي معاملة اللي عندها علاقة فيها واحد المنفعة أو مصلحة. هو مال جر عن طريق الديون، لأن المال اللي كيجي عن طريق الديون في الشريعة الإسلامية غير مقبول. كيقول لك كل قرض جر منفعة فهو حرام. لكن العلماء كيقول لك الآن هذا مما عم به البلوى. مما عم به البلوى كلقوا بأن الناس عندهم مبالغ مالية كبيرة، كاين اللي عنده 10 مليون 20 مليون ما يمكنش يخليها في الدار، إلا خلاها في البيت قد يقع لها السرقة أو الإتلاف. لابد ان يضعها اين؟ في بنك، لان في البنك كاين الامان وكاين الحراسه وكاين بزاف ديال الاشياء. بعض الناس ممكن يخلي الفلوس حساب جاري كيعود هو كيخلص عليه، هو كيخلص مالي البنك حتحافظ لي فلوسه وكيوقع لي اقتطاع كل شهر. وكاين فئه ثانيه باش ما تخلصش هي بغات تخزن فلوسها كدير ما يسمى بالبلوكاج، انك تحصر فلوسها والبنك عنده الحق يتصرف فيها. كتقول مثلا أن هذا العام هاد الفلوس ما بغيتهمش، 10 ملايين او 20 او اقل او اكثر ما محتاجش ليهم، غنخليهم لمده 3 اشهر او 6 اشهر او سنه. وعوض انه يخلص مولين البنك على انه محافظين لي فلوسه، كيعود البنك هي كتخلصوا وكتعطيه فوائد. هذوك الفوائد كيقول لك العلماء ماذا اصنع بهم؟ واش نردهم للبنك؟ قال لك لا، البنك اللي رديتها لهم هي مؤسسة نقدية ميسورة فلا ينبغي أن تأخذها. ناخذهم أنا؟ لا ما ناخذهمش أنا، لأنني أنا ما تعبت فيهم ما شقيت فيهم، ماشي تجارة. هذاك مال أصبح مترتبا على رصيد المالي بدون أي مجهود. ماذا أصنع به؟ قال لك العلماء تخلص منه، اعطيه للفقراء والمساكين
دون أن تسمي بأنه فائدة بنكية، لأن المال متى تحول حل أعطيه للفقراء والمساكين ينتفعون به. قال بعض العلماء: هل أرميه في البحر؟ هل أتلفه؟ لا، مصلحة لا بد أن تعطيها للناس. هذا مما عم به البلوى. لكن كتقول لالا مباركة واش نشري به؟ ما ناكلوش، غير نشري به بعض المشروبات أو بعض مقتنع البيت. لا، لالا مباركة لما قال لك الله عز وجل لا تأكلوا الربا، الأكل ليس المقصود به هو الأكل الطعام والشراب، وإنما المقصود به الانتفاع. كاين بعض الناس كيقول لك أنا ما غناكلش الفلوس ديال البنكة، أنا غادي نشري بها مثلا المحروقات ديال السيارة، غنشري البنزين، أو ربما أنا غنخلص بها الضريبة، أو أنا غنخلص بها الفواتير ديال الماء والكهرباء، أو أنني غنعطيها لشي جهة. لكن يقول لك الانتفاع، لما قال الله عز وجل لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أو لا تأكلوا أموال اليتامى ظلمة، قضية الأكل اللي هو على التغليب، وإلا المقصود هو الانتفاع. فالطريقة اللي مباركة بعض العلماء كيقول لك من الأفضل عندي فلوسي نخليهم في البنكة حساب جاري، نخلص عليه واحد القدر ديال المال وخلي البنكة راهم محفوظين. البعض الآخر كيقول لك وراه البنكة كتستفد منهم، كتروجهم، كتعطيهم للناس كديون، وانت ضيع ضيع، والناس الفقراء ضيعين. فمن باب أولى دير لهم بلوكاج، خذ دوك الفوائد وزعهم على الفقراء والمساكين. لا يدخلون في مال الزكاة، الزكاة بوحده من طيب المال، هذا مال ترتب عنك بدون جهد تخلص منه. لا تتركه للمؤسسة البنكية، هي غنية، ولكن اعطيه للفقراء والمساكين. هذا القول الأرجح والأوسط على ما أعلم، والله أعلم وأحكم. عندي الله يخليك، غير أنا أتكلم واحد من ساعة قبل صلاة الصبح. نعم. باش كندير واحد ركعات، غير واش نحسو بها داك قيام الليل؟ نعم. وعاوتاني على الوتر كنصليه أنا فمنين من بعد صلاة العشاء كنصلي الشفاء والوتر. نعم. كنت كنخلي حتى الصبح، ولكن سمعت واحد السيد كان قال لك بان ان ان الله وتر ويحب الوتر. نعم. ابن وليد كنصليه في العشاء. نعم. واش ملي كنوض داك الصبح داك ركعات اللي كندير، واش نعاود نصلي شو الوتر ولا داك الوتر اللي صليت من بعد العشاء صافي؟ واخر اللمياء باذن الله. والسؤال الثاني الله يجزيك بخير، عندي وليداتي كيقراو على برا. نعم. وغير على وداش على زكاة الفطر. نعم. واش يمكن لي انا نخرجها اليوم هنايا؟ نعم باذن الله. شكرا. شكرا لك لالا لمياء، حفظك الله ورعاك. لالا لمياء زادك الله تعالى حرصا على الايمان واليقين. الوتر والشفع هما كيتسماو سنة مؤكدة. احنا كنعرفوا بان الشريعة الاسلامية في الصلوات عندنا الفرائض وعندنا السنن. الفرائض خمسة: صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. هذو كيتسماو الفرائض. وعدنا السنن الرواتب. لكن الفجر والشفع والوتر هذو كيتسموا السنن مؤكدة، كان النبي الكريم لا يكاد يهملها أو يتركها. والسنة المؤكدة هي ما جاءت فوق الرغيبة ودون الفريضة، فلا بد أن نحافظ عليها. طريقة الصلاة إما أن نقدمها وإما أن نؤخرها، لك كامل الخيار. إما لما أصلي العشاء كنسلم وكنجيب ركعتين ديال الشفع وكنختم بركعة الوتر. وفيما بعد إلى مثلا أنست من نفسي قوة جوج صباح ثلاثة صباح فقط وبغيت نقوم الليل، ديك ساعة أصلي ما شئت من قيام الليل، وقد أديت الصبح، أديت الشفع والوتر. اللي مثلا صلى مثلا العشاء ودار الشفع والوتر وصلت 12 الليل بغي يصلي، واش تغلق الباب؟ أبدا، باب الله لا يغلق. وخصلت الشفع والوتر ثم لقيت نشاط وبغيت تصلي لله تعالى لك ذلك، فهو أمر مباح. والطريقة هذا كتسمى الطريقة ديال تقديم الشفع والوتر. والطريقة ديال تأخير الشفع والوتر هو أن الإنسان كيبقى يدير قيام الليل في أي وقت. قيام الليل يبدأ من منتصف الليل إلى قرب أذان الفجر بحوالي ركعة، كله كيتسمى قيام الليل. كاين الثلث الأول والثلث الثاني والثلث الأخير، هذا كله كيتسمى قيام الليل، وأعظمه الثلث الأخير من الليل، هذا هو الأعظم والأكرم. باش كنعرفوه كنديروا منتصف الليل 12 الليل، وكنديروا وقت الصبح، وكنقسموا الفترة على ثلاثة،
مثلا كانت 6 ساعات كنقولوا ساعتين فساعتين فساعتين، اقل من ذلك واكثر كنقسموه 3 اجزاء، هذاك هو الثلث الاول، الثلث الاخير، والثلث الاوسط. فلك ان تؤخري الشفع والوتر الى قبيل صلاه الفجر، وكله صواب باذن الله تعالى. لا لمياء، بالنسبه لزكاه الفطر مازال باقي وقتها، ولكن جميل ان نسال عن قضايا الدين. اولادك كيقراو خارج ارض الوطن وانت بغي تخرج عليهم، العلماء كيقول لك زكاه الفطر تعطى لاهل البلد، الاولى تعطى هما في اوروبا، وربما وحنا عندنا في مغربنا، الاولى ان تخرج في البلد الذي هو يعيش فيه اكثر المسلمين، الا اذا كان هناك في اوروبا مثلا ولادك يقراوا خارج ارض الوطن ولقاو بعض الجاليه المغربيه هناك عندهم فقراء ومساكين، كيقول لك نخرجها عند اهل البلد. ولكن اهل البلد شكون هما؟ كيقول لك البلد اللي انت هو اصلك، واللي انت مقيم فيه، اللي انت مقيم فيه. ولادك دابا الان الى كانوا خارج ارض الوطن ولقاو شي جاليه مغربيه تما ضعيفه، لهم ان يخرجوها. ولكن الى كان الفقر عندنا احنا في المغرب اكثر، فالاولى ان نخرج عليهم هنا، نعطيها لابناء شعبنا الفقراء والمساكين. وايما فعلت سواء اخرجتها هنا او هناك كله جائز، المطلوب ان تعطى للفقراء والمساكين قبل صلاه العيد، هذا هو المفروض، تعطى تسلم لفقير مسلم. لأن قضية البلد كانت أيام زمان الرقعة الإسلامية ضيقة، الحمد لله اليوم الرقعة الإسلامية واسعة، الرقعة الإسلامية لم تبقى في مكة والمدينة كما كان في أول العهد للإسلام، الحمد لله اليوم الإسلام ممتد، موجود في كل مكان، في أوروبا وأمريكا وإفريقيا وأستراليا، في الكوكب الأرض كله، وأينما أخرجتها جائز، المهم أن تعطيها لمسلم فقير قبل صلاة العيد، والله تعالى أعلم وأحكم. مرحبا للا. السؤال الأول، أنا كنخدم، أنت عارفنا في الجالية ديال إسبانيا تعرف الخدمة نهار كامل. نعم. الصلاة كتبقى عليا نهار كامل. يا للا. ما كنقدرش نصلي في الديور ديال النصارى، بزاف الحاجات ما نقدرش نصلي فيهم، كنجمع حتى العشية. نعم. والطلب الثاني يا دكتور، الله يجازيك بخير ويوقف معاك ويطولك في العمر، غادي نفرح بواحد البنت ديالي ومحتاجه الدعوات ديالك بزاف، ربي يقويني ويعاونني، ودعي مع الاخت ديالي الكبيره نعيمه مع وليداتها، ربي يفرحها بهم. الله يجازيك يا دكتور، حنا محتاجين الدعوات ديالك، الله يجازيك بخير يا رب. لا ام يوسف الله يكثر خيرك، انا كنشكرك، انا اللي حافظك الله ورعاك ام يوسف، وتحيه كبيره لجاليتنا المغربيه المقيمه بالخارج، خصوصا واحد الفئات اللي هما كيعيشوا في وضعيه صعبه. ام يوسف واحده منهن تشتغل في بيوت الناس، ليس عيبا ولا حرما انت تشتغلين بعرق جبينك. بيوت النصارى هي ارض من ارض الله، لا نقول بان الصلاه فيها غير جائزه، حقا ربما كتدخل البيت ديال النصارى قد تجد ربما عندهم ما يعتاد ان يشربوا خمر، تجد الخمر فوق الموائد، ربما قد تجد لحم خنزير فوق الموائد، ربما قد تجد هناك صليب معلق، ربما صوره للسيد المسيح وامنا مريم عليها السلام، ربما قد تاتيك بعض. ومع ذلك فالارض كلها هي مساجد، الارض كلها مساجد، فالبيت على النصارى غير نتبرم ناخذ واحد المكان اللي هو طاهر، مكان سجودي، داك المترو او متر ونص اللي هو طاهر اصلي فيه. لالا ام يوسف، الصلاه ربي عز وجل يقول فيها ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا، هي مرتبطه بمواقيت، اللي صلى الصلاه خرج المواقيت ديالها راه كانها ميته. الصلاة ربح الجنين، تولد عند كل آذان وتكاد تفارق الحياة بعد الآذان الآخر، اللي كيجمع الصلوات راه كأنها يصليها ميتة. كل صلاة من اللي كتصلى في وقتها راه تصعد إلى بارئها وتدعو مصاحبها وتقول له حفظك الله كما حفظتني، لأنه صلىها في وقتها بخشوع واطمئنان مع الجماعة بالنسبة للرجال، فتقول له حفظك الله كما حفظتني.
وحينما نخرج الصلاة عن وقتها ونصليها بلا خشوع ننقرها نقر الديك. تقول له الصلاة: ضيعك الله كما ضيعتني. أما الذي لا يصلي قطعا فهو غير المعلوم لدينا، فهذا يكون خارج تغطية، كأنه غير موجود أصلا، كأنه خارج السرب والعياذ بالله. فلالا أم يوسف لابد أن نحرص على أن نؤدي الصلاة في وقتها. إذا تعذر علينا ربنا دلنا واحد سهيلات، قال لنا هناك الظهرين وهناك العشاءين، عدنا الصبح في وقته، الظهر العصر ممكن جمعهم كي تسموا الوقت الموسع. هناك الوقت الموسع في الظهرين يعني الظهر العصر، ممكن ندير جمع تقديم وقت الغداء، نصلي الظهر والعصر جمع تقديم، ممكن أخرهم تنخرج من الخدمة على 5-6 ونصلي الظهر والعصر جمع تأخير. ثم عندنا العشاءين، الظهرين والعشاءين، الظهرين الظهر العصر، العشاءين المغرب والعشاء، كيتسمى توا وقت موسع، ممكن صليهم جوج وقت المغرب إذا تعذر علي، ممكن أؤخرهما إلى وقت العشاء. وهناك الوقت الضيق هو الفجر، الفجر كتكون ناعس في دارك معزز مكرم، كتسمع الأذان كتفيق كتصلي. على الأقل نقوم بهذه الأوقات، نغتنم الوقت الموسع لكي نستفيد من الجمع التقديم أو التأخير. لكن أن أجمع الصلوات كلها إلى نهاية اليوم لن أحس بها، هذا مضيعة للصلاة وأجرها وتوابها وأثرها في النفس. فبالعكس أنا كنوصيك للا أم يوسف، أنا بغيتك تصلي، تصلي في المكان ديال النصارى. علاش؟ أول حاجة ربما قد تكون ذلك دعوة منك إليهم. أنا بغيتك تكوني في الدار ديالك معهم، كتشقاي وكتنظفي، وكيجي وقت الصلاة قولي لها مدام جمكسكيز دابا لا بخيار، غنوض نتوضا وغنصلي امامها، ثم غنجي العصر نصلي امامها. كوني متاكده ان مجموعه ديال النصارى راه ملي كيشوفوك كتصلي راهم كينظروا لك واحد النظره ديال الاحترام والتقدير، كيقولوا هذه مسلمه براتيكونت ملتزمه. اذا شافوك ما كتصليش كيقولوا وهذه راه مسلمه غير ملتزمه، هذه ضيعت صلاتها دينها، احنا ضيعنا معاها. لكن لا شافوك كتصلي غادي ياخذوا عليك انطباع حسن. ولما لا، قد تكون دعوة إلى الله، لأن هناك الدعوة بالأفعال والأحوال خير من الدعوة بالأقوال. الأفعال كنصلي وبالأحوال بالمعاملة الحسنة قد تكون دعوة إلى الله خير من الأقوال. وخنقول لهم يا ناس افعلوا افعلوا، قد لا يستمعون، قد يصدون عنك، ولكن لك انت أخلاق كريمة وصلاتك تحافظنا عليها، تكون دعوة إلى الله. فنصيحتي إليك صلي في بيت النصارى، ولو يكون هناك خمر أو لحم خنزير أو صليب معلق تبرمي قليلا، في أنت اللي مطالب منك هو محل سجودك يكون طاهر، ولكن الأجر والثواب بإذن الله تعالى. وأسأل الله الكريم لابنتك أن يحفظها ويرعاها. اللهم يا رب تجلى على هذه البنية بالصحة والعافية والبركة والتيسير، وتجلى على أختها وعلى أولادها يا رب بالعطاءات والفتوحات والكرامات، وارزقهم يا رب العالمين رزقا حسنا، وأقرم بهم العيون، وحقق لهم الرجاء، وبلغهم المقصود. اللهم أمين يا رب يا كريم.